وصلا بما سبق. قلنا إن الله تبارك وتعالى جعل لكل شيء زكاة. زكاة المال إنفاقة، زكاة الجاه بذلة، زكاة الجسد إجاعته. يعني أنت لما تقعد جعان كده بتزكي جسدك. أما ليه ربنا فرض الصيام؟ سبحان الله، صحتك دي عليها زكاة، رزقك ده عليه زكاة، زواجك، إنجابك، وظيفتك، حرفتك، كل ما أنعم الله به عليك عليك فيه زكاة. ده لو واحد قدمك معروف كده أصبح عليك زكاة للمعروف ولصاحب المعروف. طب واحد أحسن إلي وما عنديش أنا نرد له الإحسان بتاعه، سيدنا النبي يقول شكروه، ادعوا الله له. يعني أنت تقول له مش شاكرين وبارك الله فيك، ما أنت كده أديت اللي عليك، أديت اللي عليك. ليه؟ لأنه في قاعدة في الدين بتقول ولا تنسوا الفضل بينكم. أنت راكب معي عربية وأنا دفعت لك الأجرة، ما أنت معك قد الأجرة، لكن نوع من المودة والمحبة، ونزلت أنت وقلت لي بارك الله فيك مشكرين، خلص العملية ساوت، ساوت الحدوتة. ما هو جماعة الكبار قالوا إيه؟ قالوا أنت تود وأنا نود، يزيد الود. ربنا قال ولا تنسوا الفضل بينكم، الوداد، لأن الوداد تمهيد للمحبة للأخوة. أنت شفت واحد مختلف مع جماعة يروح يناسبهم؟ لا، نحن حتى بنقول رد للدب وضرح ما تحب، فأنت تقول لله إحنا حبايب وأصدقاء تمام، بس إحنا عايزين نزيد المحبة، يا تناسبنا يا نسبوك، كم يبقى دم، يا تبقوا خوالي عيالنا نبقوا خوالي عيالك. هو ده المطلوب في الدين يا اخوان، انما المؤمنون اخوه. في اخوه النسب، اخوك اللي هو ولد امك وابوك، وفي اخوه السبب اللي هي النسبه، النسبه. سبحان الله. اذا اجاعه الجسد دي زكاه، وعلى كل سلامة صدقة. صوابعك دول دي اسمها سلميات، العقل دي اسمها سلميات. صدقة، لأنك أنت لما بتصلي، لما بتصلي بتقوم وبتركع وبترفع وبتنزل وبتسجد وبترفع وتتحرك يمنى تتحرك يسرى، الحركات دي كلها حتى وإن كانت في الطاعة، ما هو ده زكاة الجسد، زكاة الجسد. ولذلك الصلاة دي درجة عالية من درجات الذكر. في ناس كتير تفرق بين الذكر وبين الصلاة، لا يا عم، ده الصلاة نفسها دي درجة من درجات الذكر. مش قال وأقم الصلاة لذكري؟ بطلون البتاع دي عم، وأقم الصلاة لذكري. يبقى أنا لما أصلي فيها نوع من الذكر. العجيب في الأمر إن الصيام كان موجود عند كل الأمم قبلين، بس هي كانت إيه؟ عملية أوقات بسيطة، ما فيش حد فرض عليه الصيام الشهر، شهر كامل، إلا أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكلمة الشهر تطلق على الشهر إن كان 30 يوم أو 29 يوم. إنه سيدنا النبي في مرة زعل مع نسائه فحرمهن على نفسه شهرا وراح قاعد في الجامع. يا
ما دخلش عليه. الأخبار تسربت وصلت لأمهات المؤمنين، رسول الله زعلان في مسألة التخيير اللي كانت. أو حرمكن عليه شهرا، ده يوم 29 في الشهر بعد صلاة العشاء، وراح داخل على السيدة عائشة في حجرتي، فرحت مفاجأة، حدش عامل حساب، لسه على حساباتهم هم قاعد بكرة، وهم مستنين على أشد من جمر النار في قمة الشوق. فلما دخل عند عائشة استبشرت خيرا وتهلل وجهها بشرا، وراح قاعد، قلت لرسول الله معي استفسار، ايه هو يا عائش؟ قلت له انت حلفت الا تدخل علينا شهرا، قال نعم وانا لم انسى، لكن هذا الشهر 29 يوما، انا ما نسيش لان اللي اقسمت، لكن الشهر ممكن يجي 29 ممكن يجي 30، شهركم انتوا ليه 29؟ الله، فإحنا فرض علينا صيام شهر، وربطنا الصيام بالرؤية، وربطنا الإفطار والعيد برؤية، إحنا بنيجوا يوم 29 بنستطلع الرؤية، 29 شعبان نستطلع الرؤية، ولد الهلال بعد العشاء أو بعد المغرب وبان، خلاص يبقى بكرة صيام، صوموا لرؤيته، ما ولدش الهلال يبقى بكرة المتمم لشهر شعبان زي ما حصل السنة دي، لكن احنا مفتاح الحدوتة ايه؟ استطلاع الهلال. طيب نيدو بقى 29 رمضان على خير، ربنا يبلغنا، يستطلعوا الهلال، هلال ايه؟ هلال شوال، يروح المستطلعين لقوا الهلال موجود وواضح وكبير، يقولوا بكرة العيد، يبقى شهرنا 29. ما لقوش الهلال، فإن غم عليكم الهلال فأتموا رمضان 30 يوما، يبقى يقولوا بكرة المتمم لشهر رمضان. وطبعا احنا عندما يقولوا بكرة المتمم فيه ناس تفرح وناس تزعل، يبقى صايم 29 يوم ويجي عليهم الأخير وتلاقيه يقلق، وي يا أولاد فاكرين انتم المشوار ده؟ كان فيه رجل من حبيبنا قال والله ما ينجح الواد، لا ان شاء الله هنصيم 3 ايام، زاد الزيطة عملت ايات، قال نجح، قال يوه وجبت، صام 3 ايام، جمع العمال بتوع الكلية على بال ما وصلوا البلد يطوفوا بالنتيجة، دخلوا البيت اللي قبليهم وبيتين بعديهم في الشارع، وراحوا قلعين، قبلهم أبو الواد، رحتوا بيتنا؟ قالوا لا لا، إيه مشيتوا لبين نتيجة؟ قالوا الشارع ما فيش غير 2 ناجحين ورحنا له، أنا ولدي عندكم في الكلية، قالوا ما رحناش، طب كشفونا عليه، طلعوا النتيجة معهم بص وما لقوش ولدي، ولدك ما ليش نصيب السنة دي، طب ده نصيب 3 أيام، قالوا طب إحنا نعمل إيه؟ قال لا، هل الطلاق لنخصمه من رمضان؟ الرجل بحسب ربنا بالقطارة، أنت تديني الدم وتديش، وتلك عبادة إيه؟ تلك عبادة التجار، هات خد، العملية مبدأ ميكافيلي، سبحان الله. كانت السيدة ربعة تقول إيه؟ لا تعبدوه عبادة العبيد، العبيد مش بتوع العبودية والعبادة، لا، العبد يقرع بالعصا، العبد ضرب بالعصاية عشان يخاف يلتزم، ودي حاجة موروثة من أيام العرب. العبودية هنا اللي بتقصدها السيدة ربعة عبودية الرق، السادة والعبيد، تعرفين فيلم عنتر كده يعني، وزبيبة والحاجة دي. طيب ولا تعبدوه عبادة التجار، إذا أنعم شكرناه، إذا ابتلى اجعلنا معاه كده يعني، هاتوا خذ، لا، إنما اعبدوه عبادة الأحرار،
اعبدوه عبادة الأحرار، أنت رب وأنا لك عبد، أنت تفعل بي ما تشاء، إحنا عبيدك والأمر بيدك، مخلصين له الدين. دي عبادتيه، دي عبادة الأحرار. فربنا فرض الصيام ده طهرة للجسد وتجارة مع الله. الأمم اللي قبلينا يعني كانوا بيصيموا أيام بسيطة، عدد بسيط. واحد يقول لي طب ما في دول أخيتي ناس بتصيم فوق 50 يوم من إخواننا وجيران الوطن. أيوة، ما هو ده ما الصيام فرضه الله؟ لا، الصيام اللي كان على يد أمنا العذراء وعلى يد نبي الله عيسى عليه السلام كان أقل من كده. فلما جاء الملوك، ملوك النصارى، كل واحد ضاف، اللي ضاف يومين ولا ضاف ثلاثة ولا ضاف أسبوع ولا ضاف خمسة، بدأت تتراكم، وصلت صيام العدد الكبير دي. لكن ما فيش صيام 30 يوما أو 29 يوما إلا لأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد كده الناس فاكرة إنه الصيام مرتبط برمضان بس، لا، ده صيام الفريضة. إنما ده زمان سيدنا علي زين العابدين بيقولوا له مولانا أنتوا آل البيت علمكم ده حدا وحديه يعني، مشتقة من رسول الله نبعته فطابت عناصره والخيم والشيم، من بيت هذا الدين ناله الأمم. فقالوا له مولانا هو في صيام غير صيام رمضان وصيام السنة؟ قال لهم لا، ده انتوا قللتوا الصيام خالص. الصيام عندنا 36 نوعا. ايه ده؟ طب هو إمامنا علي زين العابدين ابن الإمام الحسين ابن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، مش هو رمز من رموزنا؟ يبقى بيتكلم عني نحن، بيتكلم عني نحن. هيقول الصيام كديه 36 نوعا من الصيام. طب احنا ما نعرفوش غير الاثنين والخميس، ونعرف رمضان، وفي ناس يعني ما يعرفش غير رمضان. وطبعا حصل تهميش. انت كل ما ترجع لورا تلاقي الناس كانت فورمتها في الدين عالية. ليه؟ واحنا صغيرين كنا نصحوا نلاقوا السوق بتاع الحدة نصب في غير يوم الأحد، نتفاجأ واحنا صغيرين، تلاقي ايه ده؟ يعني ده سوق ده نهار ده الجمعة، يقولون ده نهار ده عاشورة موسم. يجي مرة ثانية ده نهار ده السبت وعاملين سوق، ده في سوق، يقول لك يا ولدي نهار ده ليلة النص، ده موسم. مرة ثانية يقول لك يا ولدي ده ليلة الإسراء، نهار ده فيه موسم. ايه ده؟ نهار ده يوم الشقق. فكانت الناس اللي يقتها في الدين عالي، طالع من دي داخل في دي، طالع من دي دي موصلة لدي، خد بالك كده. إنما إحنا النهاردة اللي لقيت مين بيحتفل؟ ليلة الإسراء تأتي وتمضي في هدوء مبهم، تحويل القبلة وليلة النصف من شعبان تأتي وتذهب، مين يا عم؟ أنت لو ماشي في الشارع واحد يقول لك كل سنة وأنت طيب، مال صاحبنا ده؟ هيقول لي كل سنة طيب، ده بين قام من النوم ولا حصل له لطف؟ هي يا عمي لسه رمضان. العمليه بقت معانا موسميه سنويه رمضانيه. ولذلك الناس الكبيره يغطس عندما تثبت الرؤيه في الليل، في ناس بتنام بدري، كانت الرؤيه بتتاخر زمان شويه، بتت صحيح عشان يصحى. هي فيها قوم ليه؟ عشان تاكل لك لقمه. طب انا معود ناكل في الليل، ما الرؤيه قالت بكره رمضان يا بابا، بكره صيام يا بابا، صيام يا رمضان يا بابا، كل سنه وانت طيب. جه تاني. ما هو الراجل من رمضان ما حد يتذكر بحاش، لكن لما نطلع من رمضان ونقول له في 6 في شوال، يدخل شوال في 6 البيض،
ندوها رست في ذي القعدة وروح دخل علينا ذي الحجة. يقول لك ده فيه العشر الأول من ذي الحجة، اللي ما يصمش التسعة بتوع ذي الحجة يصيم يوم عرفة. طب نطلع من ذي الحجة نلاقوا شهر الله المحرم. شهر الله المحرم زي شعبان مع سيدنا النبي، أكثر شهرين كان صلى الله عليه وآله وسلم يصيمهم في شهر شعبان وفي شهر المحرم، لأنه أحد الأشهر الحرم. يا يعني كان يصوم في شعبان ويصوم 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 حتى يقال أنه لا يفطر، وكان أحيانا يفطر ويفطر ويفطر حتى يقال أنه لا يصوم، لكن أكثر شهرين كان يصوم فيهم شهر شعبان ما بين رجب الشهر الحرام وما بين شهر الفريضة رمضان. وشهر الله المحرم، شهر الله المحرم، يا الله شهر الله إيه محرم. نعم يا سيدي. طيب نروح غطسين من شهر الله المحرم، يروح دخل علينا صفر، بعده لقوا ربيع الأول احتفال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، بعده ربيع ثاني، بعده جمادة أولى، بعده جمادة ثانية، يروح دخل علينا رجب. الناس برضو إيه تبدأ تصيم وتتنفح وأول الثلاثة ومش أول الثلاثة، ويجهز نفسه اثنين والخميس. اثنين والخميس دول في كل شهر عرفوا، لكن في ناس بتستعد من أول رجب، يقول لك هنسخن المعدة وهنجهز جسمنا للصيام، هنصيم اثنين وخميس في رجب، وبعدين يروح داخلين على شعبان في صيام كتير، وروحوا فاصلين في العشر أيام الأواخر من شعبان، يروح داخل رمضان يلاقي اللياقة عالية والحال زي الفل. يبقى أصبحت الحياة كلها صيام، عندما يصحوه يقولوا بكرة صيام، على بركة الله يا عمي جاهزين والله، نحن جاهزين من بدري، فيه لياقة. لكن الراجل تكفت عليه طباعة من ساعة رمضان اللي فات، وصحوه في الليل بكرة صيام، يتخاض. ديه تاني، أيوة ديه تاني يا عم الحاج. ده اللي مقصود تغييب الدين، تحريف الدين، تهميش الدين، تجريف الدين، فتصبح الناس في غربة، في غربة. أيوة الأخيت اللي معه ود راح يخطب له، هي أخبار الود، يقول لك يا راجل ده أنا عندي ود بيصلي الفجر حاضر، صلي الفجر حاضر. طب ده الفجر سنة، ما قالش ليه الصبح؟ طب هو الأساسيين الصبح هي الفرض، عمر السنة ما تبقى على حساب الفرض، الفرض هو الأول. أنت تقعد تتنفل لي سنن وعليك فرائض، إن الله لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة، مش كده الوصية بتاعت سيدنا أبو بكر سيدنا عمر، إن الله لا يقبل النافلة يعني السنة حتى تؤدى الفريضة. واحد عليه ديون يروح يتصدق على المساكين، يا راجل سداد دينك واجب، منفعش منفعش. لكن هو بيقول ولدي يتحط على الجرح يطيب ليه، فرحان بيه وحقه، حدا بقتنا نادرة وولدي أنا يصلي الفجر حاضر، الله أكبر. لكن لو كلنا نصلي الفجر حاضر في البيت أو في المسجد، لو كلنا هنصلوا، إن قال جماعة الناس بيقول طب وإيه يعني مشكلة يعني، ما كلنا هنصلي وعمل حاضر، يعني ولدي أكون مسلم بس. لكن علشان قلة الحراس على صلاة الفجر من حقه يفتخر به، ولذلك دي المشكلة بيننا وبين إخواننا اللي بيقول الأضرحة ومش الأضرحة، دي ناس ما فهماش، كل كلمة يقول لك طيب يا أخي اسمع، هو الصحابة عملوا أضرحة؟ يا رجل دول اسمهم الصحابة، ربنا شهد لهم بالرجولة، القرآن كان بيحييهم، سيدنا النبي كان بيبشرهم بالجنة. دلوقتي معانا مين احنا نبشره بالجنة؟ ومين يملك يبشر بالجنة؟ ده احنا كل الصالحين اللي فينا والنساك والعارفين والعباد والمخلصين هيقولوا يا رب يا رب يا رب. فلما تسمع واحد يصلي الفجر حاضر دي حقك، والله انا معي واد ما هيسيب فرض، الله اكبر، هيقول المؤذن يقول الله اكبر تلاقي ولدي في الجامع، ما ده حقه. حتى لما يموت واحد من الناس الطيبين عندنا والعارفين والصالحين ويعملوا له مقبرة ولا يعملوا له ضريح ولا يعملوا له مش عارف ايه، طيب ده هو رمز ليه في زمن الغربة يا اخوانا؟ النهاردة لما يكون راجل صادق الناس تقول لك الراجل ده بص الراجل ده يقول شغل الحق، الناس تتفق معاه. ده لما يكون واحد ميزانه حلال وفتح دكان الناس تبقى واقفة له طوابير، يقول لك الحج فلان السمنة بتاعت الله مصلى على النبي، ملموم على ناس زينة، واقول لهم ما تضيعوش سمعتي، ما تغشوش الناس، هتاخد على اسمي وعلى سمعتي، اتقوا الله فيه. يقول لا انا ناخد من الراجل ده وانا مغمض عيني، راجل محلل ومحرم، مش كده؟ ده ايه يا اخوانا؟ ده اللي بيحصل،
ليه طيب الناس قوامت للسمعة والناس تروح لطوابير والناس حريصة تتعامل معاه؟ عشان الصدق، لأنه الصدق أصبح عملة نادرة. الصدق، المرة بتتلطش على جوزها، الأبو بيكتب على عياله، الوادي بينصب على أبوه، الجار بيضر جاره، القرايب ما يتمنوا لكش الخير، الناس عينها عليك وقلبها ضدك وأحقاد وأضغائن. ليه؟ الحال اتغير. زمان الإبل بتاعت الصدقة، إبل الصدقة كانت تسف في الشوارع، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يسيبها في أي مكان، تبيت في أي مكان، تنام في أي حش، تدخل في أي زرعة تاكل، مش مشاكل، الناس عارفاها دي إبل الصدقة. سيدنا أبو بكر سابه سنتين وثلاثة أربعة أشهر اللي خدهم في الخلافة بيجي سيب ليه؟ سيدنا عمر فترة كلها اللي خدها سايب إبل الصدقة في الشوارع، لغاية ما جه سيدنا عثمان بن عفان من ضمن القرارات اللي خدها قال ابنوا لي حواش زي السواق كده. ليه عثمان؟ قال ادخلوا لي فيها إبل الصدقة وأنا نعين ناس تحرس وتوكل وتشرب ويبقى فيه ضبط ورفض. الصحابة ضجوا، إيه عثمان اللي تعمل ده؟ طب ما عمر قبليك ما عملهاش، انت احسن من عمر. طب ما ابو بكر قبل عمر ما عملهاش، انت احسن من ابي بكر. يا اخي سيدنا ما عملهاش، ابو بكر ما عملهاش، عمر ما عملهاش، انت تعملها ليه يا عثمان؟ قال لان الناس تغيرت، النفوس تغيرت. انت كل ما ترجع ناحيه سيدنا النبي كان فيه اصاله، كان فيه التزام، كان فيه تدين. ها سيدنا عثمان كان صح، كان صح، ما الناس طمعت، الناس اتغيرت. الجشع والأثرة والطمع والسوء والأحقاد والضغائن والغل، مش كده؟ فسيدنا عثمان قراه قال لهم لا، أيام أبو بكر كانت الدنيا وردي، أيام عمر كان زي الفل، لكن دلوقتي النفوس اتغيرت. أي واحد يلاقي حدا من إبل الصدقة يفتح له الباب ويخلطها على المال بتوعه، وإنا سفحناكم. الكلام ده أيام الصحابة، أيام الصحابة فعلا. لذلك كانت فتن شديدة، وبدأت بمقتل سيدنا عثمان وقبله من سيدنا عمر. شيء غريب وشيء عجيب انه سيدنا عمر يقتل، سيدنا عثمان يقتل، سيدنا الإمام علي يقتل، الحسن يدس له السم، الحسين وآل محمد يقتلوا في كربلاء، حتى عمر بن عبد العزيز دس له السم. يعني كل حاجة كويسة، الفساد، الفساد، فتش على الفساد. الفساد ليه دهاليز، ومن كتر الفساد الناس تقول لك ايه، الكحريت الخربان يتلم على بعضي، والجماعة الأجانب في الغرب يقول لك ايه، البيض الفاسد يجمع في سلة واحدة، يجمع في سلة واحدة. سبحان الله، لذلك شيء عجيب يا أخوانا، شيء عجيب. انت لما تلاقي واحد نشال ويتقبض عليه ويتحبس ويطلع ينشل تاني ويتحبس ويطلع ينشل تاني ويتحبس، انت تستغرب، طب الراجل ده نشل واتحبس في الاسره بنتوب عليه ويطلع وخلاص كده يلتزم؟ لا، لما اتحبس دخلوه على ناس يفوقوه في الاجرام، عملوا له كورس، ثقفوه، انت قاعد تنشل بالموس يا راجل، عديناها المرحلة دي. يعني مو حدا أخف، بدل ما هو دخل طالب يطلع معلم، معلم، ها يدخل مرحلة ثانية معلم يطلع خبير، يدخل مرحلة ثالثة يطلع ايه، دولي، كل ما يترقى ليه بيفيضوا بعلومهم على بعضهم وهم قاعدين يعملوا بروفات وعلموا بعض. هاي انت لسه غلبان، انت قاعد تسرق المناشر بتاعت الغسيل يا راجل، شوف لك سمرة عربية. هي تاني يقول عربيتي الفيلا احسن، ما تروحش شقة، الشقة فيها ايه يعني، لك الفيلا فيها كذا دور وفيها 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 ايه ده. فهو بيطلع يدخل يعني حاجة بسيطة يطلع على معرفة اوسع. بالصورة دي يا اخوان، سبحان الله. ولذلك فيه واحد احترف السرقة وكان من انجلترا، رجل انجليزي يعرفش عن الدين الاسلامي حاجة، احترف السرقة، مل كل ما يروح يسرق يتمسك يتحبس، والحبس هنا غير عند حبس عندنا أو في عند العرب، مل خالص من المشوار ده. قال أنا زيت كفاياني، لازمنيش المشوار ده، نفسي عافت الموضوع ده.
بس أنا طالما إيدي موجودة معايا يعني بتحرقني إدمان. ففي ليلة من الليالي بات يفكر كيفية الخلاص، قال أحسن حاجة أنا ننام تحت المترو ونمد إيدي على القضيب، إيد المترو رح نتش لإيدي خلاص. وفعلا نام والمترو جاي رح قبب لإيده، طببها وخلاص التزمت الحدوتة. حس فرمت الأقدار، قاعد مع واحد مسلم من المسلمين اللي بيغتربوا أو الجالية، بيقول له إيه ده؟ قال له أنا حصل كذا، كنت محترف نشل واستدنت كتير وتبهدلت كتير وزهدت من الموضوع ده، قلت أنا خلاص كفاني، فما قدرش نحوش نفسي إدمان. إيدي تعمل وحديها كده. ففكرت قلت نام تحت المترو، المترو عدي روح قضي حليك. فالرجل المسلم قال له سبحان الله، الذي فعلته بعقليتك أنت بعيدا عن الدين هي حد عندنا في دين الإسلام، فربنا قال عندنا في محكم التنزيل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال يعني إيه؟ قال له عندنا احنا ربنا قال اللي إيده طويلة زي كده واللي بيسرق ويبلغ السرقة نصاب تقطع يده اليمنى اللي بيتلف به. يا طب افرض استمر الطريق وكمل، تقطع قدمه اليسرى عشان نحدد إقامته ونعطلوه شوية ونعرطلوه نوقف نشاط الإجرام. طب إن قدر يتصرف ويحجل وراح برضه يسرق، تقطع قدمه اليمنى كده يبقى تحطم. طب برضه تام يصحف على التكك والكراس يقعد جنبك ويشغل إلى الشمال، تقطع يده اليسرى. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. حد المحاربة اللي بيقطع الناس الطريق والدرجات اللي زي دي. فالدين ما سابش حاجة، جعل لكل شيء زكاة. إن شاء الله بإذن الله عز وجل بكرة إذا أراد المولى نكمل موضوع زكاة الجسد. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.